أخبار اليوم. غريب عن المجتمع، هو جزء من المجتمع، وانتوا هتشوفوا ده بنفسكم النهارده من خلال النماذج الجميله لاطفالنا المصابين باضطراب التوحد. هو حاله سيفير، يبقى يمكن يبقى محتاج انتنسيف تريتمنت وياخد 40 ساعه شغل فردي في مكان متخصص. لو هو حاله معالج ممكن نقرر نعمل له دمج جزئي او دمج فردي او دمج يعني النهارده في اطفال انا شايفه ان هم عندهم ذكاء شديد وان هم بس محتاجين معامله خاصه. انا يعني اللي اقدر اعمله انه احنا بنعمل توعيه للمجتمع، يعني انا مش دكتوره، في دكاتره هم المهتمين اكتر بالجانب الطبي والمتابعة يعني على المستوى ده. انا بالنسبه لي احب اقول للمجتمع وللناس الاطفال اللي عندهم اوتيزم او توحد هم يعني ده مش مرض، دي حالة لازم يكون ليها معاملة خاصة، ولكن هم مش يعني ما ينفعش نطلق عليهم ألقاب سخيفة.